أم عبده موجودة في شارع حمدي متفرع من شارع الترعة البولائية في شبرا مصر. هي واختها أم سيد الاتنين توأم بيبيعوا طعمية وبطاطس وبتنجان مخلل. أربع طعميات بجنيه والبطاطس لو معاك جنيه اتنين تلاتة يدولك طعمية بيتي زي ما بيقولوا. الحياة صعبة جدا اللي خلت أم سيد وأم عبده يفتحوا مشروعهم البسيط ويبتدوا يبيعوا فيه الحاجات الجميلة اللي هم بيعملوها. طعمية بيتي، بتنجان بيتي، حتى كمان البطاطس بتبقى طعمها حلو. هي دي الناس اللي عندها قمة التواضع وقمة الرقي في التعامل وحسن الضيافة. يعني انت العشرين جنيه بتقضيكي طول اليوم؟ هنعمل ايه على اللي بيدهوني والجو مريح وما فيش والنور غالي والحاجة غالية. انا بيجيلي في الأوضة 130 120، فالواحد ماشي بقى الحمد لله البركة من عند ربنا. بركة ربنا فعلا في الحاجة اللي هم بيقدموها، طعم جميل والحاجة كده بتتعمل من ايد الحاجة ام عبده فعلا تستاهل ان كل متابع اكلة عدنان المحترمين يروح ياكلوا منهم يدعموهم. تخيلوا ان ام عبده عايشة في شقة جار شرك، اتنين غرفة ليها واتنين غرفة لجارتها، وام سيد اختها عايشة في شقة الشهر ب 130 جنيه. هي دي الناس اللي صفحة اكلة عدنان بتدعمها بقوة، والسادة المحترمين المتابعين ببعت لهم سلامي وبتمنى لهم ان هم فعلا يروحوا شارع حمدي متفرع من شارع الترعة البولائية في شبرا ويدعموا ام سيد وام عبده. في شارع حمدي موجود احسن اتنين اخوات انا قابلتهم في حياتي، الحاجة ام عبد الرحمن والحاجة ام سيد، في منطقة شبرا بيبيعوا طعمية، واحلى حاجة ان هم ناس زي الفل. انا بدعو كل متابعي اكلة عدنان ان هم فعلا يدعموهم لانهم يستاهلوا دعمنا. شكرا ليكم، عشان لولا الله ثم انتم ما كنتش هقدر اجي للناس المحترمين واصورهم. صباح الفل واحلى طعميه الساعه 8 الصبح. شكرا يا فندم. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. صباح الفل عليكم. وعليكم الخير. انت توأم؟ والله ما انتش شبه بعض فعلا. مش قوي بس اهو الحمد لله رضا. الحمد لله رضا. حضرتك مين الكبيره ومين الصغيره؟ هي اكبر مني بخمس دقايق بس. الحمد لله. الحمد لله. كله نعمة من عند ربنا. نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. حضرتك الطعمية بتاعتك بسم الله ما شاء الله بيتي. الحمد لله. ايه السر بقى؟ من البركة من عند ربنا. انا قلت انا مش عارفة اشتغل. يعني خفت ان انا اشتغل في بيوت حد وكده وجوزي على الله ارزقي، فانا فكرت في المشروع ده. نعم. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حضرتك بتساعدك؟ بتقعد بتيجي تساعدني وربنا يرزقني ورزقها. طيب البدايه كانت من امتى يا حاج؟ والله هي من فتره كده يعني قبل الثوره كده. يعني بقالك مثلا في حدود 8 سنين؟ ابتديتي الطعميه. الاول كنت واقفه بقى؟ كنت بقف قدام البيت هنا، وبعد كده جيران بقى الله يسامحهم بقى زهقوني وكده والحمد لله. ومين ساعدك انك تفتحي المحل؟ جيران يعني، في ناس ولاد حلال وقفوا معايا وكده والحمد لله. بس هو شغاله على هو ما عليه كده يعني، ولا توضيب ولا حاجه الحمد لله. لا ربنا يكرمك. هو طبعا الحمد لله الواحد بيقابل ناس كويسه. الحمد لله. بيقابل ناس وحشه. الحمد لله. وانت قلتي لي برده ان هنا اخواتنا المسيحيين ساعدوكي. الحمد لله. ويعني اي حد من حلال مثلا بيعرف ظروفي بيساعدني. ربنا يديك. ربنا ما بينساش حد. طيب انت دلوقتي بالنسبه الطعميه بتبيع اسعار كام عندك؟ الاربعه بجنيه. الاربعه بجنيه. في حد بيجي ياخد منك عجينه؟ في يعني مش كتير يعني، اللي عايز مثلا يقلف البيض على بيض كده. وربنا بيمشيها. طب في ناس بتيجي تقول بقى الطعميه مثلا تبقى فيها كربونات والحاجات دي. لا ما نحطش كربونات خالص. لا هم عارفين طعميتي. ربنا هو اللي شايف. هم في المطاعم بتفرق، في بيعملها بيحط عليها، انما احنا تبعتنا كرات وكزبره وبصل. انت لما تدوقها تعجبك يعني. الحمد لله يعني. طيب غير الطعميه بتعملي بطاطس وبتعملي ايه تاني؟ بتنجان بطاطس بس وشويه فلفل وخلاص. بتنجان وبطاطس وفلفل بس. طب انتوا من الصبح انتوا الاثنين بتساعدوا بعض مثلا من بدري؟ لا يعني انا يعني كنا بنفتح 6:30. بس اما لقينا بقى ايه يعني في عيال بتيجي غريبه في الشارع وكده، واحنا اتنين ستات بنخاف. بقينا نفتح 8 وربع. لكن مفيش حد بيساعدكم؟ مساعد ربنا. طب في اولاد ولا حاجه؟ عندي ابن. بص يعني منظر الناس دي كده بخاف. فعندي ابن عنده 25 سنه بيشتغل يعني بره وكده. ارزقي برضه. كان شغال في فندق عشان معاه سياحه فنادي.
بس ايه يعني على حسب برضو الشغل، والحمد لله ماشيه. ربنا الحمد لله. يا رب. حضرتك عندك اولاد؟ معايا ربنا وجوزي في الدنيا كلها الحمد لله. بصي رضا الحمد لله. الحمد لله عشان الخير الحمد لله. انا حاسس ان في حاجه تعباكي. العيشه والغلا وكده وكل بيت فيه مكفيه يعني، الواحد ما بيشتكيش الا لربنا ونقول يا رب. الحمد لله الحمد لله. رضا ايه اللي انت محتاجاه؟ الستر والصحه بالدنيا كلها. والله هي هي نفسي اجوز ابني. لا انا نفسي اجوز ابني. أيوة. فاهمني وعايزه مساعده. هو ربنا موجود، هو ربنا بيساعد. ايه اللي انت محتاجاه حضرتك؟ ايه الحاجه اللي انت فعلا محتاجاها؟ انا بقول لحضرتك يعني الشغل على قد اللي بيجي على قد الرايح. نعم الحمد لله الحمد لله. وجوز حضرتك مريض يعني عنده السكر وكده وما بقاش يقدر يشتغل زي زمان، يعني عنده 63 سنه. مش معاه؟ لا والله. هو كان شغال في الأصل؟ هو كان شغال في فندق في الهرم. من ساعة ما الفنادق وقفت ما فيش. وبقى يدور بقى على شغل لغاية ما ربنا رزقه باللي بتاعت البنك ديت. اشتغل معاه وبعد كده مشوا بعيد فقعد فترة الكورونا كلها. من أول الكورونا لغاية لسه شغال. من 2019؟ لسه شغال هو من قريب عند ناس برضو عايزين يسوق يعني خاص كده. واهو لا ما تجيش النهارده تعالى بعد بكره كده يعني وماشي الحمد لله. ربنا يديك الصحه يا رب. الحمد لله. طب احنا المنطقه بتاعتنا هنا اسمها ايه؟ صبرا الساحل. الساحل فين حته الشارع دي اسمه؟ ده شارع حمدي. شارع حمدي. ايوه. طب ما لو حد حب يجي يشتري من عندك طعميه وكده هو يجي يقول بقى انا عايز اروح عند ام عبده. ام عبده. طيب حضرتك بتقعدي دلوقتي الساعه كام؟ حسب تسير ربنا يعني وقت ما يخلص حبل الطعميه بطلع. حسب تسير ربنا. انت بس تعملي مثلا انا شفتك بتقولي بتعملي بستله واحده بس. يعني هي الحله ديت والطبق. بس. على وساعتنا لو ربنا سهل يوم الجمعه بزود كيلو. الحمد لله. حسب تسير ربنا يعني. ونحمد ربنا على كل شيء، بس ربنا ديم علينا الصحه والستر. ربنا يخليك. يا رب الحمد لله. تحب تقولي ايه للستات كلها؟ يسترها معانا ومعاهم ومع الناس كلها وفكها على كل مكان. نعم يفكها على كل مكان يا رب. مسلم نفسي عشان تستجب حق الصباح اللي ما عملنا فيه حصل سيئه اصلا. الحمد لله. ورضا حضرتك ساكنه هنا برضه في الشارع؟ ما ساكنه هي قاعده ساكنه فوقيه في اوضه. وانا قاعده في شقه شركة تحت. يعني ايه شركة؟ معلش يعني شقه شركة يعني معاها جيرانها يعني انا معايا واحده في الشقه. يعني مثلا الشقه مثلا اوضتين؟ لا الشقه مثلا اربعه. انا كانت اوضه حماتي اتجوزت فيها وواحده كانت ساكنه معانا. ابنها قاعد يعني الجو هي توفت وقاعد معانا. وابن حضرتك قاعد معاكي؟ ابني قاعد معايا. ربنا يخليك. اسمه ايه بقى؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. شرفت بيك يا ام عبد الرحمن. ربنا يخليك. ان شاء الله اتمنى لك الخير والسعاده. يا رب. وان شاء الله ربنا يرزقك برزق خير وحلال. امين يا رب. ويرزقك بعيالك بالخير يا رب. ربنا يخليك. خليهم لك. واسمك بقى ايه؟ نعم. اسم عليك ايه؟ ام سيد. بيقولوا لي ام سيد باسم جوزي. ام سيد. ام عبد الرحمن. ايوه. ربنا يديكم الصحه. يا رب. يا رب. واتمنى لكم الخير. الله يخليك. وانا لو قعدت اتكلم كلام كتير. ربنا يخليك. مش هوفر لكم حقوقكم. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. يا رب يفارق في عيالكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك.